الفنان توني حنا، هنسمعها بصوت هيثم خليلة من فلسطين. هي بني يا ابني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها. محميتها يا ابني من الويلات، ما في حدا غيرك بيحميها. بيك موصيلك قبل ما مات، بلادك صلاة للحب صلي. ولو عليها تقلت الحملات، شي عين غدر اطلعت فيها مثل الأسد، خليك بالحزات صرخ تطلع الكون وديها. يا ابن السماء تضحك لك وتحميك، وتضل درب العز تمشي. الشمس خلي حلمك يوديك، ودراج فوق دراج تبنيها. ويوم الرجوع يوم الرجوع لا تلاقيك عنك اخبار المجد. خطرنا على بالك، خطرنا يا هوى، كان مالنا ومالك. نحنا يا هوى طب عمرنا هوينا، ولا شافت عينينا ضيفك يا هوى. خطرنا على بالك، خطرنا يا هوى، كان مالنا ومالك. نحنا يا هوى طب عمرنا دقات. مدري من الوحدة، مدري الهوى ساكت. قلبي صار له مدة غير دقات. مدري من الوحدة، مدري الهوى ساكت. عم بدك بوابي جاي أغلى أحبابي، عم بدك بوابي جاي أغلى أحبابي. عجناح أجناح الهوى. خطرنا يا هوى، كان مالنا ومالك. نحنا يا هوى طب عمرنا هوينا، ولا شافت عينينا ضيفك يا هوى. ضيفك يا هوى
برافو هيثم. وائل مبدئيا هيثم اختار المقال ده مخصوص علشانك، واحنا حسنا اتأثرت جدا بغنى هيثم، فقول لي احساسك كان ايه وادائك. هيثم انت وعم بتغني وعم قبل ما تبلش كنت عم بحضر الريبورتاج تبعك، ذكرتني بالارض، ذكرتني بالتراب، ذكرتني باهلي. انت بكيتني. أنا بفتخر فيك وبعتقد أهلك بيفتخروا فيك، ودمت لأهلك ولوطنك فلسطين. الله يوفقك. شكراً وائل. نانسي تفضل. موعك غالي وائل. هيثم، هيثم أنا عم تابعك من أول البرنامج، في عرب بصوتك مميزين كتير كتير كتير، بميزولك صوتك كتير، أفلاتهم كتير مزبوطة، وهذا شيء كتير بهمني. بدي هنيك على كل شيء عم بتقدمه، يعني وصلنا لمرحلة ظلم هلأ، يعني ما بدي أفكر إنه بآخر حلقة واحد منكم رح يبقى، يا ريت أنتم كلكم واحد. عم بتغنوا باحتراف كأنه عن جد عن جد في محترفين عم بغنوا قدامنا. بدي هنيك. شكرا نانسي. حسن اتفضل. فرحت الناس، بكيتهم، خليتهم يرقصوا، ولكن كل حاجة قلتها وصلت لهم. أعتقد دي شبه مستحيل، شبه مستحيل إن واحد يقف قدام الناس ويقدر يوصل لهم كل المشاعر، مش عاوز اقول المتناقضه بس عكس بعض، وكل حاجه وصلت صح. ده في حد ذاته ابداع. من القلب الى القلب. صح. الحاجه الثانيه اختيار رائع، ومن الذكاء ان الواحد يعرف يختار الحاجه اللي ان صوته ينور فيها وإن صوته يوصل للناس. النهاردة الاختيار كان رائع، وأعتقد مش رأيي لوحدي، ولكن اللي أنت غنيته وصل كل واحد معانا هنا النهاردة. أحسنت. شكرا حسن. أهلا بتفضلي. أولا اسمحوا لي أشكر المايسترو اليوم وأعضاء فرقة الموسيقية المايسترو إلي عليا. والله أنت اليوم فعلا من أهم أسباب سلطنة الفنانين على المسرح اليوم. أحسنت مسيو إيلي. وأنا عن نفسي أبغي أحيي أبو رابح، اليوم أبدع في الإيقاعات هو وفرقته. أحسنتوا شباب. هيثم، أنا اليوم راح أعطيك الكرت الأحمر. وبدي اياك لو سمحت تجي لعندي هون. اليوم انا راح تسالوني ليش اعطيته الكرت الاحمر. انا راح اعطيك الكرت الاحمر اليوم عشان انت تستحقه انك تاخذه وتخزقه. عطني. هيثم الوحيد الوان اللي يستحق انه الكرت الاحمر ما يكون موجود في عرب ايدول. احسنت حبيبي، احسنت. شكرا لجنة التحكيم.
أقرب عيد للموسم ده قدر يجمع مواهب.